بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن الجزء الأخير في الإميون سيستم واللي بيتعلق بالأدابتيف إميونيتي. طبعا وضحنا في أول محاضرة بهذا الشابتر بأنه المسؤول عن الأدابتيف إميونيتي هي الليمفوسايتس وبالتحديد التي سيلز بأنواعها والبي سيلز. طبعا تنقسم الأدابتيف إميونيتي إلى قسمين، سيل ميدييتد إميونيتي والمسؤول عن هذا الموضوع هي التي سيلز بأنواعها، أما النوع الآخر فهو الهيومورال إميونيتي والمسؤول عن هذا النوع هي الأنتي بوديز اللي بتفرز من البلازما بي سيلز. في البداية راح نتكلم بشكل عام عن الأدابتيف إميون ريسبونس، شو هي الكونديشنز اللي لازم تكون موجودة عشان أحصل على الأدابتيف إميون ريسبونس. بعد هيك راح نتكلم بشكل أوسع عن السيل ميدييتد اميون ريسبونس والهيومورال اميون ريسبونس. طبعا في البدايه عشان يكون في عندي ادابتيف اميون ريسبونس الاكيد انه لازم يصير في عندي اكتيفيشن للادابتيف سيلز اللي هي التي سيلز والبي سيلز. طبعا هذا الكلام شفناه في الانيت اميون سيستم وحكينا انه عشان يكون في عندي انيت اميون ريسبونس لازم يكون في عندي اكتيفيشن للانيت اميون سيلز من خلال عملية الباتوجين ريكوجنيشن اللي كانت تتم بالريسبتور أو بالسوليوبل مولكيولز. هذا الكلام كان بالإنيت. الآن نفس الفكرة راح تصير في الأدابتيف إميون سيلز، بمعنى إنه لازم يكون في عندي أكتيفيشن للأدابتيف إميون سيلز عشان أحصل على الأدابتيف إميون ريسبونس. طيب السؤال، هل طبيعة الأكتيفيشن للأدابتيف إميون سيلز هي نفسها اللي كانت او اللي صارت مع الانيت اميون سيلز؟ طبعا لا، في عندنا اختلاف واختلاف كبير ما بينهم. الاختلاف هو انه الادابتيف اميون سيلز عشان يصير لها اكتيفيشن لازم يكون موجود عندي انتيجين، لازم يكون عندي موجود انتيجين. هذا الانتيجين هو اللي راح يعمل اكتيفيشن للتي سيلز وللبي سيلز. كيف؟ من خلال سبيسيفيك ريسبتور، سبيسيفيك ريسبتور موجود على التي سيل وموجود على البي سيل. الان هذا الريسبتور بيكون مختلف، وهذا اول اختلاف ما بين ما بين الادابتيف وما بين الانيت. اول اختلاف المقصود فيه من حيث الريسبونس او من حيث الاكتيفيشن للسيلز. بمعنى اذا فاكرين لما نتكلمنا عن التول لايك ريسبتور 2 و3 و4، اذا فاكرين مثلا لما تكلمنا عن التول لايك ريسبتور 3 قلنا هذا مسؤول عن الارتباط مع النيوكليك اسيد ار ان اي او دي ان اي للفيروسز. جمعنا فيروسز والتول لايك ريسبتور 3، فاي ار ان اي او دي ان اي لفيروس فممكن يرتبط في التول لايك ريسبتور 3. الكلام الان مختلف تماما مع الانتيجين ومع السبيسيفيك ريسبتور الخاص فيه، بمعنى انه كل تي سيل بيكون عليها ريسبتور سبيسيفيك لانتيجين. يعني لو كان لو طبعا انا ما مش لو كان هو اكيد انا في عندي اكثر من تي سيل، فبالتالي كل تي سيل او كل بسموه كل كلون، كل مجموعه من التي سيلز تحتوي على ريسبتور خاص في انتيجين مختلف عن كلون اخر من التي سيلز. هذا هو اول اختلاف، عشان هيك سموها سبيسيفيك انتيجين ريسبتور، بكون موجود على التي سيل او على البي سيل. هذا اول اختلاف. طبعا بعد هيك بصير في عندي انتر اكشن ما بين الانتيجين وما بين هذا الريسبتور وبينتج عنه اكتيفيشن للليمفوسايت اللي هي تي سيل والبي سيل. الان النوع الاخر من الاكتيفيشن بيتم من خلال الانتي بودي. اي انتي بودي؟ الانتي بودي اللي بصير لها سكريشن من خلال البلازما بي سيلز، بسموه انتيجين انتي بودي انتر اكشن او انتي بودي انتيجين انتر اكشن. يمكن سمعتوا عن هذا المصطلح انتيجين انتي بودي انتر اكشن. بينتج عن هذا الانتر اكشن اكتيفيشن للادابتيف اميون سيلز. هذا الكلام بشكل عام. الان ايش يعني انتيجين؟ ايش يعني الانتيجين؟ الانتيجينز كمفهوم
هي بتشبه الباثوجين اسوشيتد موليكولار باترن، ليجند الخاصة في الباترن ريكوجنيشن ريسبتور، بتشبهها من حيث البيربوس، انه انا في عندي هدفها تعمل اكتيفيشن للسيلز. لكن كطبيعة بتختلف. الان كطبيعة مش المقصود فيها ككيميكال، ككيميكال هي نفس الشيء، كطبيعة ارتباط، كطبيعة انه الها سبيسيفيك ريسبتور خاص فيها. طب شو هي الانتيجينز؟ الانتيجينز هي عبارة عن ماكرو مولكيولز، انتبهوا منيح، ماكرو مولكيولز. وبشكل عام تم التعارف في الاميونولوجي انه هذه الماكرو مولكيولز لازم يكون السايز لإلها او المولكيولر ويت لإلها اكبر من 10000 دالتون، اكبر من 10000 دالتون. طب الكيميكال بروبرتي لإلها ممكن تكون بروتين، ممكن تكون ليبيد، ممكن تكون دي ان ايه، ممكن تكون بوليسكرايد. الان هذا الكلام كاسم بيشبه الباثوجين اسوشيتد مولكيولر باترن. طيب مالها هذه؟ هذه الماكرو مولكيولز لازم تكون فورين سبستانسز عشان تقدر تعمل اكتيفيشن للتي سيل والبي سيل من خلال الانتر اكشن مع سبيسيفيك ريسبتور، سبيسيفيك ريسبتور موجود على هذه الخلايا، او من خلال الانتر اكشن مع الانتي بادي اللي بتفرز، الانتي بوديز اللي بتفرزها البلازما بي سيلز. طبعا نتيجة هذا الانتر اكشن هو الاكتيفيشن لهذه الخلايا. طبعا هذا الكلام احنا راح نشوف كيف بصير الانتر اكشن وكيف بصير عندي عملية الاكتيفيشن. الان نرجع للانتيجين، هذا هو الانتيجين، هذا هو الماكرو مولكيول. طبعا ممكن يكون في الانتي، طبعا الانتيجين بيحتوي على سبيسيفيك سايت، سبيسيفيك سايت هو السايت المخصص للارتباط مع الانتي بودي، او السايت المخصص للبايندينج مع ريسبتور اللي موجود على التي سيل والبي سيل. شو اسم هذا السايت؟ اسمه ايبيتوب، اسمه ايبيتوب، ايبيتوب او انتيجينيك ديتيرمينانت، ايبيتوب او انتيجينيك ديتيرمينانت هو عبارة عن سبيسيفيك سايت موجود على الانتيجين، وهو اللي بيرتبط مع الانتي بادي، الله، بيرتبط مع الانتي بادي او بيرتبط مع الريسبتور اللي موجود على التي سيل والبي سيل. الان هنا في ميزة مهمة جدا في الانتيجين، انه الانتيجين الواحد ممكن يحتوي على ديفرنت ايبيتوبس، ديفرنت ايبيتوبس، الواحد بيحتوي على ديفرنت ايبيتوبس، فبالتالي بيقدر يرتبط الانتيجين الواحد مع ديفرنت انتي بودي، ديفرنت انتي بوديز او ديفرنت تي سيلز او ديفرنت بي سيلز. المقصود في الديفرنت تي سيلز هي الكلونز، لانه انتاج التي سيلز ما بيتم مره واحده، بيتم من خلال كلون، بيجي ريسبتور او بريكورسر، تي سيل بريكورسر بيعطيني مجموعه من التي سيلز، بعدين بيجي كمان تي سيل بريكورسرز، بريكورسر بيعطيني مجموعه من التي سيلز. الان المجموعه الاولى اسمها كلون، والمجموعه الثانيه اسمها كلون، المجموعه الاولى لها سبيسيفيك تي سيل ريسبتور، والمجموعه الثانيه لها سبيسيفيك تي سيل ريسبتور. فبالتالي ممكن الانتيجين يرتبط مع كلون من التي سيل وكلون اخر من التي سيل، ممكن يرتبط مع ديفرنت انتي بوديز. ليش هذا الكلام؟ لانه الانتيجين بيحتوي على ديفرنت ايبيتوبس، وهذا المثال واضح، هاي 1 ايبيتوب ارتبط مع الانتي بودي A، وهذا ايبيتوب ارتبط مع الانتي بودي B، وهذا ايبيتوب ارتبط مع الانتي بودي C. لو نطلع على الشكل هنا في عندي اختلاف في البايندينج سايت، هذا اللي بأكد انه انا في عندي ديفرنت ايبيتوبس. هذا هو الانتيجين، هو المسؤول عن الاكتيفيشن للادابتيف اميون سيلز. الان في عندنا بعض الفورين سبستانسز بتفوت الجسم، وهي فورين سبستانسز، لكن في البدايه ما بكون لها القدره انها تعمل ستيميوليشن للاميون سيستم
يعني ما بتقدر تعمل immune response. هذه المركبات بسموها الهابتين. هابتين هي عبارة عن foreign substances بس إيش مالها؟ cannot produce immune response. طب ليش؟ لأنه المولكولار ويت لإلها أقل من 10,000 دالتون. إذا هي الآن الهابتين صحيح هي foreign substances لكن لا تعتبر as antigen لأنها مش ماكرو مولكيولز، لأنه حجمها أو المولكولار ويت لإلها أقل من 10,000 دالتون. طب شو الحل؟ الحل إنه هذا الهابتين عشان تعمل immune response لازم الحجم المولكولار ويت تبعها لازم يكبر. طب كيف بده يكبر؟ بيكبر من خلال interaction مع specific carrier. interaction مع specific carrier بالعادة بيكون هذا الكارير بروتين بيكون موجود في البلد أو بيكون موجود في التشو. ناتج هذا الانتراكشن بسموه هابتين كارير كومبلكس. هابتين كارير كومبلكس بالحالة هذه المولكولار ويت بزيد، وبالحالة هذه يعتبر الهابتين كارير كومبلكس as antigen، فبالتالي بيقدر التي سيل والبي سيل والانتيبادي يتعرف عليه ويعطيني immune response. لكن الهابتين لو ما ارتبط، الهابتين اذا ما ارتبط في الكارير ولا يمكن يعطيني immune response. هذا بشكل عام هو الانتيجين. الكونديشن الثاني اللي لازم يكون موجود عشان يكون في عندي adaptive immune response هي مجموعة من البروتينز اسمها MHC molecules. الـ MHC molecules هي اختصار للـ Major Histocompatibility Complex molecules. اسمها الثاني Human Leukocytes Antigens HLA. ليش سموها بالـ Human Leukocytes Antigens؟ لأنه أول مكان تم اكتشاف فيه هذه المولكيولز هي على سطح الـ White Blood Cells أو الليكوسايتس. طبعا هذه البروتينز أو هذه المولكيولز موجودة في جميع خلايا الجسم. أي خلية في جسمنا تحتوي على الـ MHC molecules. طبعا في عندي أنواع منها، طبعا في عندي أنواع من الـ MHC molecules. بشكل عام في عندي 3 classes للـ MHC molecules: MHC class 1، MHC class 2، MHC class 3. المعلومات اللي موجودة عن الـ MHC class 3 مش كتير واضحة، وحتى دورها الرول تبعها في الاميون سيستم مش كتير واضح، فبالتالي مش رح نتكلم عن الـ MHC class 3، رح نتكلم عن الـ MHC class 1 و MHC class 2. بشكل عام هذه بروتينز زي ما حكينا موجودة على جميع انواع الخلايا، على جميع انواع الخلايا. طبعا في خلايا فيها MHC class 1 وفي خلايا MHC class 2، لكن ولا يمكن يكون في عندي خلية تحتوي على الـ MHC class 1 و MHC class 2 بنفس الوقت. الآن إيش دور هذه المولكيولز؟ هذه المولكيولز بتلعب دور أساسي في عملية الـ activation of adaptive immune cells. طب كيف؟ تعمل presentation للأنتيجين. طيب اكيد راح تطرح لكم سؤال، طب ما انت يا دكتور حكيت لنا انه في عندنا حاجه اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. هي انتيجين بريزنتنج سيلز هي اللي بتعمل بريزنتيشن للانتيجين. هذا الكلام هو الصح، انه انا بتكلم عن سيلز اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز هي اللي بتعمل بريزنتيشن للانتيجين. لكن كيف بتعمل بريزنتيشن للانتيجين؟ من خلال الام اتش سي مولكيول او مولكيولز. اذا الـ MHC molecules وظيفتها بتعمل presentation للأنتيجين لمين؟ لـ T cell والـ B cell عشان يصير لها activation. الآن كيف آلية هذا الـ presentation؟ هنتعرف عليه لما نتكلم عن الـ antigen presenting cell. طيب شو أنواع الـ MHC molecules؟ مثل ما حكينا class 1 class 2. class 1 تحتوي على HLA A و HLA B و C. class 2 HLA DR و DP و DQ. هذه أنواعها، طبعا أنتم مش مطالبين بالأسماء هذه، فقط تعرفوا أنه في عندنا Class 1 و Class 2. الآن وهذا المهم اللي راح أحكيه الآن،
انه جميع خلايا جسم الانسان، انا حتكلم الان عن الانسان، جميع خلايا جسم الانسان يحتوي على ام او تحتوي على ام اتش سي كلاس 1 ما عدا ثلاث انواع من الخلايا، هي الدنتريتك سيل، الماكروفاج، والبي سيل. هذه الثلاث انواع من الخلايا تحتوي على الكلاس 2، تحتوي على الكلاس 2، يعني كل خلية جسمنا تحتوي على الكلاس 1 من الام اتش سي ما عدا الماكروفاج والدنتريتك سيل والبي سيلز تحتوي على الام اتش سي كلاس 2 مولكيولز. الان ايش دورها؟ هاي دورها، هذا هو دورها، طبعا راح نتكلم عنه في الانتيجين بريزنتنج سيل. الان الكونديشن الثالث اللي لازم يكون موجود عشان يكون في عندي اداه الاميون ريسبونس هو الانتيجين بريزنتنج سيل، وانتبهوا منيح يا جماعه، ولا يمكن يكون في عندي ادابتيف اميون ريسبونس اذا في كونديشن من الثلاثه اختفى او كان مش موجود. يعني لازم يكون انتيجين، ولازم هذا الانتيجين يكون مرتبط في الام اتش سي مولكيول سواء كان 1 او 2، ولازم هذا جزء منه طبعا يكون موجود على الانتيجين بريزنتنج سيل، وحنفهم ايش يعني جزء منه. لكن لو تم فقد واحد من الكونديشنز هذه نهائي مش حيكون في عندي ادابتيف اميون ريسبونس. الان شو هي الانتيجين بريزنتنج سيل؟ هي عباره عن سيلز موجوده في الانيت اميون سيستم، وهي عبارة عن الدنتريتك سيل والماكروفاج. ايش وظيفتها؟ وظيفتها تعمل البرزنتيشن للانتيجين لمين؟ للتي سيل والبي سيل. كيف؟ من خلال الام اتش سي كلاس 2، لانه احنا حكينا انه هذه الخلايا الماكروفاج والدنتريتك سيل فقط عليها ام اتش سي كلاس 2. اذا فاكرين لما تكلمنا عن الدنتريتك سيل وكيف بصير عندي ماتيوريشن لإلها، كان في عندنا اماتيور دنتريتك سيل، بعدين بكون في عندي الانتيجين، بفوت الانتيجين جوا، بتكسر الانتيجين، وبعد هيك بعد ما يتكسر الانتيجين كان يعرض الانتيجين على السيرفس تبع الدنتريتك سيل، الماتيور دنتريتك سيل سميناها ماتيور دنتريتك سيل، وهذا هو الشكل، هذه هي الدنتريتك سيل، هذه هي الماتيور دنتريتك سيل، هذا هو الانتيجين شايفين. بعد هيك تم عرض الانتيجين على الام اتش سي كلاس 2 مولكيول، هذا الام اتش سي كلاس 2 مولكيول ما في عندي انتيجين له، هذا ام اتش سي كلاس 2 مولكيول في موجود انتيجين عليه، شايفين هي انتيجين بريزنتنج سيل، انتيجين موجود على السيرفس كان جوا وطلع لبرا. الان هذا وين موجود؟ على الام اتش سي كلاس 2 مولكيول. الان هذا ايش راح يعمل؟ راح يتجه للتي سيل، وحنعرف ايش هي التي سيل، وبيعملها اكتيفيشن، طلع وراح يرتبط هي تي سيل ريسبتور، واحنا قلنا التي سيل لازم يكون موجود عليها سبيسيفيك ريسبتور خاص في الانتيجين، هي تي سيل ريسبتور بيرتبط فيها بيعمل اكتيفيشن للتي سيل. هذا الكلام لو انا بتكلم عن انتيجين بريزنتنج سيل. طيب الان صار عندي اكتيفيشن للتي سيل، ايش راح تعمل؟ راح تعمل كيلينج للفورين سبستانس، للفيروس على سبيل المثال. كيف؟ هاي من خلال الميكانيزم الثاني، هذا عبارة عن انفكتد سيل، هي فيروس انفكتد سيلز، الفيروس دخل لجوا جزء منه اتكسر، طبعا جزء منه المقصود اما من البروتين تبعه او من عفوا مش حيكون البروتين، حيكون الار ان اي او الدي ان اي تبعه، طلعوا هذا الجزء من الار ان اي او الدي ان اي، هذا عبارة عن انتيجين، وين راح؟ صار له اكسبريشن على مين؟ على الام اتش سي كلاس 1، ام اتش سي كلاس 1 هاي صار له برزنتيشن. الان وين راح يرتبط؟ راح يرتبط في التي سيل ريسبتور عشان يعمل اكتيفيشن ل 1 تايب من التي سيل، والنتيجة هيعمل كيلينج للانفكتد سيل. الان راح نوضح هذا الكلام بالتفصيل في الريسبونس تبع التي سيلز، بس صار واضح لكم كيف بصير في عندي انتيجين بريزنتنج سيل، وانتبهوا منيح انه هذا فقط بتعرض من خلال ام اتش سي كلاس 2، اما الانفكتد سيلز بشكل عام بتعرض الانتيجين الخاص فيها من خلال ام اتش سي كلاس 1.
في الحالة هاد في وجود الأنتيجين، وجود الـ MHC molecules، ووجود السيلز اللي بتعرض الأنتيجين، راح يكون في عندي activation للـ adaptive immune cells، وفبالتالي حيكون في عندي adaptive immune response. الآن حنتكلم عن النوع الأول من الـ adaptive immune response، وهو الـ cell mediated immunity. طبعا وضحنا انه السيل ميديتد اميونيتي اللي بيتحكم فيه هي التي سيلز بشكل عام، التي سيل سبسيتس اللي بتتكون من السي دي 4 والسي دي 8 ومن التيرينج. سي دي 4 تسمى تي هيلبر سيل، سي دي 4 هي التي هيلبر سيل، طبعا هي الماستر اميون سيل. السي دي 4 هي الماستر اميون سيل لانها بتعمل اكتيفيشن لمعظم الاميون سيلز. تنقسم إلى ثلاث أقسام: تي هيلبر 1 سي دي 4، تي هيلبر 2 سي دي 4، وتي هيلبر 17 سي دي 4. مش رح نتكلم عن التي هيلبر 17 لأنه دوره الأساسي في الإميون في الإميونيتي الخاصة في الجي أي تي. رح نتكلم فقط عن دور التي هيلبر 1 سي دي 4 والتي هيلبر 2 سي دي 4. سي دي 8 تسمى سايتوتوكسيك تي سيلز، سايتوتوكسيك تي سيلز. الآن هذا الفيجر بوضح دور التي هيلبر 1 والتي هيلبر 2 والسيتوتوكسيك سي دي 8 سيلز في الادابتيف اميون سيستم، او هو عباره عن السيل ميدييتد اميونيتي. لكن هنا مش واضح مين هو، وين هو مسار التي هيلبر 1 وين هو مسار التي هيلبر 2، لكن ان شاء الله خلال الشرح راح اوضح ايش هو مسار التي هيلبر 1 وايش هو مسار التي هيلبر 2. قبل ما نبدا شرحنا، لما نتكلم عن السي دي 4 تي سيل فانا بتكلم عن نكره، لانه انا مش راح افيد اي حدا في هذا الموضوع لو انا بدي اقول والله بس سي دي 4 سي دي 4 تي سيل. لازم احدد هل انا بدي اتكلم عن التي هيلبر 1 سي دي 4 ولا عن التي هيلبر 2 سي دي 4، لانه كل خليه لها مسار خاص فيها وبتعمل اكتيفيشن لخلايا خاصه فيها. طيب مين اللي بحدد الديفرنشيشن تبعت تي هيلبر سي دي 4 الى تي هيلبر 1 والى تي هيلبر 2؟ اللي بيحدد الكلام هذا هي السيتوكاينز اللي بتفرز من الانتيجين بريزنتنج سيل ومن الاذر اميون سيلز. يعني الانتيجين بريزنتنج سيل بتفرز سيتوكاين، هذا السيتوكاين بيعمل ديفرنشيشن للتي هيلبر سيل الى تي هيلبر 1 او تي هيلبر 2 حسب نوع هذا السيتوكاين. راح نوضح هذا الكلام الان خلال الشرح. انا الان في عندي انتيجين بريزنتنج سيل، الانتيجين بريزنتنج سيل ملاحظين بتعمل اكسبريشن للام اتش سي كلاس 2 مولكيول، والان هذا ما له اي قيمه نهائيا. الانتيجين بريزنتنج سيل قد تكون دنتبتك سيل او ماكروفاج، راح يصير عندي انجلفمنت للفيروس، هاي الفيروس دخل جوا الخليه، الان راح يصير عندي ديجراديشن للفيروس، الجسم حياخذ منه ماكرو مولكيول، هذا الماكرو مولكيول راح يعرض راح يرتبط في الام اتش سي كلاس 2 داخل الانتيجين بريزنتنج سيل، طلعوا داخل الانتيجين بريزنتنج سيل. الان صار في عندي ام اتش هذا 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 الكومبلكس، الان صار في عندي ام اتش سي كلاس 2 مولكيول مرتبط عليه الانتيجين، راح الان يتجه الى السيرفيس تبع الانتيجين بريزنتنج سيل عشان يعمل اكس بريزنتيشن للانتيجي لمين؟ للتي سيل. شايفين هاي ام اتش سي كلاس 2 مع الانتيجين، ام اتش سي كلاس 2 مع الانتيجين، ام اتش سي كلاس 2 مع الانتيجين. الان مين اللي راح يواجه الام اتش سي كلاس 2 مولكيول اللي مرتبط عليه الانتيجين؟ فقط سي دي 4 تي هيلبر سيل، هذه اسمها هي CD4 تي هيلبر سيل. انا ما حكيت لا تي هيلبر 1 ولا تي هيلبر 2، الان هذه نكره. طلعوا كيف راح يرتبط؟ من خلال تي سيل ريسبتور، واحنا حكينا هذا الكلام انه التي سيل لها سبيسيفيك ريسبتور وظيفته انه بيرتبط مع الانتيجين اللي موجود على الام اتش سي كلاس 2 مولكيول اللي موجود على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل. الان هذه التي هيلبر سيل بعد الارتباط لازم يصير لها ديفرنشيشن لشو؟ اما تي هيلبر 1 واما تي هيلبر 2. طب مين بحدد هذا الكلام؟ اللي بحدد هذا الكلام نوع السيتوكاين اللي راح يفرز من الانتيجين بريزنتنج سيل. الان بدي اتكلم عن التي هيلبر 1.
تي هيلبر 1. لنفرض انه الانتيجين بريزنتنج سيل راح افرز سيتوكاين، هذا السيتوكاين سميناه انتر، معلش الخط، انترلوكين 12. انترلوكين 12 هذا عبارة عن سيتوكاين تم افرازه من مين؟ من الانتيجين بريزنتنج سيل. لمين؟ للتي هيلبر سيل. ايش النتيجة؟ النتيجة راح يصير عندي ديفرنشيشن، هذا الخلية الآن اسمها تي هيلبر 1، تحولت التي هيلبر إلى تي هيلبر 1 بفعل الانترلوكين 12 اللي صار له سكريشن من الانتيجين بريزنتنج سيل. يبقى الآن راح أتكلم عن دور التي هيلبر 1 في السيل ميديتد اميونيتي. شو راح تعمل؟ راح تعمل اكتيفيشن لاميون سيلز، طبعا اكثر من اميون سيلز، من خلال تو باتويز. الان طبعا من خلال شو؟ من خلال تو باتويز، طبعا من خلال سيتوكاينز هي راح تفرزها. طبعا التي هيلبر 1 بيفرز كثير سيتوكاينز، والسيتوكاينز بتعمل ستيموليشن لاكثر من اميون سيل، لكن انا راح اختصر الكلام في تو سيتوكاينز of two types of cells أو three types of cells بصير لهم activation من التي هيلبر 1. المسار الأول بسموه major pathway، يعني هو المسار الأساسي، وهذا هو المسار الأساسي، هذا هو المسار الأساسي، هذا هو الميجر. طب كيف بصير؟ بصير من خلال إنه التي هيلبر 1، هيها التي هيلبر 1 بتفرز سيتوكاين اسمه interleukin 2. انتبهوا منيح، هذا 12، هذا هو اللي حول تي هيلبر 1، تي هيلبر الى تي هيلبر 1. الان صار عندي تي هيلبر 1، ايش حتعمل؟ راح تفرز لي سيتوكاين اسمه انترلوكين 2. ايش راح يعمل هذا السيتوكاين؟ راح يعمل اكتيفيشن للسيتوتوكسيك تي سيل. الان السيتوتوكسيك تي سيل يا جماعه هذه عباره عن نايف سيل. ايش نايف سيل؟ ماتيور تي سيل but non-functional. الآن لازم يصير لها activation. مين بده يعملها activation؟ هو هنا الفيجر مش موضح إنه لازم يصير لها activation، بس أنا بقول لكم إنه cytotoxic T cell without activation فعل الانترلوكين 2 مش راح تعمل أي cytotoxic effect. إذن T helper 1 راح تفرز interleukin 2 اللي راح يعمل اكتيفيشن للنايف سيتوتوكسيك تي سيل، راح يحولها لشو؟ راح يحولها للاكتيفيتد سيتوتوكسيك تي سيل. الان صارت هذه اكتيفيتد تي سيل، هذه الان صارت اكتيفيتد سيتوتوكسيك تي سيل، عليها تي سيل ريسبتور واسمها سي دي 8، اسمها سي دي 8 سيتوتوكسيك تي سيل. ايش راح تعمل؟ راح تهجم على مين؟ على الانفكتد سيل. طب ليش الانفكتد سيل؟ لانه الانفكتد سيل بكون عليها MHC class 1، والMHC class 1 مرتبط عليه انتيجين. اذا هذا MHC class 1 هذا هو الانتيجين، راح يرتبط في مين؟ راح يرتبط في التي سيل ريسبتور تبع مين؟ تبع الاكتيفيتد سيتوتوكسيك تي سيل. ايش النتيجه؟ راح يعمل سكريشن اللي هي السيتوتوكسيك تي سيلز، راح تفرز البرفورين والجرينزيمز اللي راح يعملوا ديستركشن لمين؟ للتارجت سيل اللي هي الانفكتد سيل من خلال الابوبتوزز تكنيك. طبعا وضحنا البرفورين بيعمل بورز، الجرينزيمز بفوت من خلال البورز وبيعمل ديجراديشن للدي ان اي الخاص في هذه الخليه، فبتموت الخليه اللي صار فيها انفكشن. تمام؟ هذا هو الميجر باثوي من خلال الانترلوكين 2. الان هذا المسار، هذا مسار المينر باتوي، هذا مسار المينر باتوي. طب اخو ايش اللي بصير في المينر باتوي؟ اللي بصير في المينر باتوي انه التي هيلبر 1 بتفرز سيتوكاين اسمه انترفيرون جاما. انترفيرون جاما مين بفرزه؟ بفرزه التي هيلبر 1. ايش راح يعمل؟ راح يعمل شغلتين، راح ياثر على البي سيل الانترفيرون جاما، راح يعمل اكتيفيشن للبي سيل، راح يحولها الى ميمرو بي سيل والى بلازما بي سيل. فاكرين بلازما بي سيل ايش تعمل؟ بلازما بي سيل راح تعمل سكريشن للانتي بادي واللي اسمه اي جي جي،
اي جي جي هو انتي بادي يفرز من البلازما بي سيل اللي صار لها اكتيفيشن بفعل الانترفيرون جاما اللي افرزته مين؟ اللي افرزته التي هيلبر 1. وايش كمان بيعمل التي هيلبر 1 في المينر بات واي؟ بيعمل اكتيفيشن للماكروفاجز، فبتعمل فاجوسيتوسيز للفورين سبستانسز. شايفين؟ حتى التي هيلبر 1 بيعمل اكتيفيشن للانيت اميون سيل، لان انا قلت ماكروفاج عشان هيك قلنا هي ماستر سيل، تعمل اكتيفيشن لاذر اميون سيلز. الان في بعض الخلايا كمان تحفز بالتي هيلبر 1 مثل الانكي سيل. طبعا مش راح نعقد الموضوع اكثر ما هو معقد، يعني انا حاولت ان ابسط وان شاء الله تكون الامور وضحت. هذا هو مسار التي هيلبر 1.